اسمي حمزة النتشي، أنا من القدس. اليوم حابب أحكي لكم صراحة عن مشروعي اللي أنا بلشت فيه مع مينا كاتاليست. أنا باجي بعمل الثوب الفلاحي التطريز، بقوم بإعادة تصنيعه أو بإعادة الاستخدام تاعته أو بإعادة الهيكلية تاعته من أول وجديد لملابس عصرية كتير، لأنه في عصر الحالي بطل في حدا يلبس اللي هي الثوب القديم، الأقلية النادرة جدا، ولكن في عنا اليوم بيلبسوا قمصان، بيلبسوا جاكيتات، بيلبسوا بلايز، فبالتالي أنا بقدر أجيب التطريز أو أجيب هذا الثوب وأحطه فوق هاي الملابس. فهون أنا بقوم بعملية إحياء هذا التراث. فأنا طلعت في فكرة منجل من أني أحيي التراث، أحمي التراث برضه عن طريق الملابس العصرية والمودرن. طبعاً بدي أشكر اللي هي مؤسسة MENACatalyst اللي قامت بدعمي من البداية ومن الصفر وآمنت بالمشروع تاعي. بتلاقوا التصاميم تاعتنا بشكل مستمر ودائم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، وتيك توك. أفكار إبداعية ما انعملت من قبل. نخلق مدرسة ودار أزياء كاملة، نخرج من إطار الأونلاين لإطار اللي يكون فيزيكلي أكتر، وندعم الأرض والمنتج الخاص فينا.